الدائره الامنيه 24 للشرطه هي من احدى اللبنات الاخيره اللي تم افتتاحها في هذه المنطقه بالشعوف العزوزيه على اساس تقريب الاداره من المواطنين، تزويد المرفق الامني وكذلك تكريس الاحساس بالامن. كما كتعرفوا ان هذا الافتتاح في اطار مخطط استراتيجيه العامه للكنيسه السي المدير العام للمواطني خصوص الراميه الى تجويد وتطوير وعصرنه البنيات التحتيه للمنشات الامنيه التي تهدف بالاساس الى تقريب الخدمات الامنيه للمواطن وتجويد الخدمات ديالها والقرب من المواطن في اطار تفعيل مبدا شرطه القرب، وكذلك كفاله الحق اللي هو اساسي مكفول للمواطن وجب الدستوري وحق الامن. كما كتعرفوا القطاع ديال الدائره جاء كذلك من اجل تخفيف العبء الضغط اللي كان على مستوى القطاع اللي تابع للدائره 13. كان واحد القطاع اللي هو شاسع اللي كتبلغ المساحه ديال 51 كيلومتر مربع والكثافه السكانيه اللي تجاوزت 71 الف نسمه. الان تم تحديد وتقسيم القطاع الى جزئين، الجزء الاول تابع للدائره 13 والجزء الثاني تابع للدائره 24 العزوزيه تارقه، وفي انتظار كذلك افتتاح ديال المحطه الطرقيه اللي هو المشروع يجلب الكثافه كذلك وحركيه لا من ناحيه ديال السير والجولان لا من ناحيه التوافد السكاني سواء المواطن المراكشي المحلي او مواطن من التي توافد من مدن المملكه اجانب ومغاربه للتغطيه المجاليه، تغطي ان شاء الله الدائره 24 حكم التزويد ديالها بوسائل لوجستيكيه حديثه فيها مكاتب فيها الاجهزه ديال الحواسيب بالاضافه للسياره ديال العمليه السياره جديده ودراجه ناريه. تم التزويد ديالها كذلك بعنصر بشري مهم 22 موظف هما تم الاختيار ديالهم اساس الكفاءه في رئيس الدائره بالنيابه النائب رئيس الدائره بالاضافه لضباط الشرطه القضائيه والمساعدين ديالهم اللي هم محررين بالاضافه للمكتب ديال الشواهد الاداريه مع اضافه مكتب تابع للمصلحه ديال التوثيق والبطائق الوطنيه اللي غيخلق واحد القرب اللي هو مهم بالنسبه للمواطن. مجرد الحصول على شهاده السكنه يتم الايداع الملف الخاص بالبطاقه الوطنيه بعين المكان. وكما تنقول لكم السياسه دائما اللي كتنهجها المدير العام الوطني وتحت اشراف السيد المدير العام الوطني تسجيلا للسياسه الحكيمه والرشيده صاحب الجلاله نصر الله، ودائما تحت شعار الخالد الله الوطن الملك.